صنعنا اطول ارجيله بابليه بالعالم. هذه الارجيله مصنوعه من النحاس الخالص والنقوش اليدويه. هذه النقوش ترمز للحضاره العربيه بصوره خاصه، مصنوعه او تكون الوانها متكون الوانها من اللون الاسود والذهبي، بعض النقوش باللون الابيض. طول الارجيله 3.5 متر، وزن الارجيله 50 كيلوغرام، وهذه الارجيله تعمل بصوره طبيعيه ما تختلف عن باقي الاراجيل من ناحيه الاستعمال. حاولنا ودنشتغل حاليا على دخول هذه الارجيله لموسوعه جينز للارقام القياسيه.